السلة بدأ مرحلة تجهيز برنامج إعداد قوي للمنتخب الأول استعدادا للمشاركة في المرحلة الثانية من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم. المنتخب هيبدأ معسكره المفتوح يوم 17 يوليو، تمر المعسكر لمدة أسبوع، بعدها هينطلق معسكر مغلق في القاهرة، وبعد كده هيسافروا لجزر البهاما. هيشاركوا طبعا في بطولة ودية هيكون فيها منتخب بورتوريكو وجامعتين من أمريكا. المنتخب هيخوض 6 مباريات خلال المرحلة الثانية، هتكون مواعيدها يوم 26 أغسطس مع تونس، يوم 27 أغسطس مع الكاميرون، يوم 28 أغسطس مع جنوب السودان، يوم 24 فبراير ترجع الماتشات طبعا مواجهة تانية أمام تونس، يوم 25 فبراير 2023 أمام الكاميرون، يوم 26 فبراير 2023 أمام جنوب السودان. مجموعة المتواجد فيها المنتخب الوطني ضمت منتخب جنوب أفريقيا في المركز الأول ب 12 نقطة، منتخب مصر في المركز الثاني ب 11 نقطة، وتونس في المركز الثالث ب 10 نقاط، والكونغو الديمقراطية بنفس الرصيد في المركز الرابع، وبعديها في المركز الخامس السنغال عنده 9 نقاط، والكاميرون في المركز السادس عنده 7 نقاط.